أعلن حزب الله اللبناني أنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية متسللة إلى بلدة في جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد أن أعلن حزب الله في وقت سابق أنه تصدى لقوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة عديسة في محافظة النبطية جنوب لبنان. وأكد الحزب أنه تمكن من إجبار قوات الاحتلال على التراجع بعد الاشتباك معها، مشيرا إلى أنه كبدها خسائر كبيرة. في الأثناء أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية بمقتل جندي وإصابة 20 آخرين، حالة بعضهم حرجة، وذلك خلال كمين أعده حزب الله ببلدة العديسة جنوب لبنان.